السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انت بتتفرج علينا فيه. راجعين بفيديو جديد عن نش الحمام، وهنتكلم في كام نقطة كده هتفيدك وهتفيد اي حد. لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد، وما تنساش تعليقك في قلب الفيديو ده. طيب النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه اللي هم ضم الحمام الصغير على الكبير. طيب امتى بقى اللي انا اضم الصغير على الكبير؟ عشان في اسئلة بتيجي من النمط ده برضه احنا هنرد عليها. في برضو حمام بيقطع غلط من نش، طب انا هدربه ازاي؟ طب انا هخلي الحمام يقطع من نش صح ازاي؟ طب انا الحمام بيسرسب مني وهو بيقطع. كل ده هنتكلم فيه بس واحده بواحده مع بعضنا. الفيديو ده ان شاء الله هيبقى كويس. طيب دلوقتي اللي انا هضم الحمام ده، انا بقوم بعمليه تدريب الحمام ده، ببقى عندي شويه حمام مخلصين الصمم بتاعتي، يعني الحمام الكبير اللي انا كنت بدفع بيه العصار السنه اللي فاتت، وكنت مربي شويه كانوا زغاليل في الوقت اللي انا كنت بجري فيه العصار. طيب دول اتخلصوا الصمم والحمام ابتدى اللي هو يخلص قلش مع بعضه، ببتدي اللي انا اقوم بعمليه حد الحمام وببدا اجرد في الحمام. فانا بحط الحمام بتاعي، يعني انا مثلا بقول بستجدع كام واحده اللي هو قيمه 10 حمامات، وبخلي الحمام الكبير بتاعي بالكم الاكبر، يعني ما اخليش مثلا ايه 5 كبار والباقي كله صغيرين، لا لازما اخلي عدد كبير من الحمام اللي هو كان بيترمي، الحمام اللي هو فاهم، واخلي شويه صغيرين اللي انا مستجدعهم اللي انا شايف فيهم نباه. بقوم بعمليه اللي هم دول حدهم، وبعد كده بجردهم، دولت بضمهم على بعضهم. بيجري الصبح بيحفظ المشاوير، مش لازم ناخد مع اي حد، وهو ده اللي انا عملته، كنت بحفظ المشوار الحمام الصغير في قلب الكبير. بيقعدوا على الضهر، الفيديوهات دي هتفوت الناس، لو هي فاتك اي فيديو يرجع للفيديوهات اللي انا كنت بتكلم فيها، كنت بتكلم على قصه اللي هو ضم الحمام على بعضه، اللي انا كنت بعمله ده يعتبر ضم الحمام على بعض، يعني اللي انا بحط دول الشويه الصغيرين بعدد صغير بحطهم في وسط الكبار، فبضمهم على بعض وببدا اللي انا ايه كده بحدهم، وبعد كده بجردهم الصبح، وبعد كده باخر الميعاد واحده بواحده. طيب في نقطه انا بعملها الايام دي، حام دلوقتي حفظ سكته الصبح، خلاص اخرت له الميعاد بتاعي، وقت شغلي بتاعي ما يسمعش. طبعا ايه في ايام بتبقى اجازه، بقوم بعمليه بقى ايه لعبه حلوه كويسه هتنفعك قوي. الحمام انا حفظته السكه، حفظته المشاوير، رايح جاي خلاص عرف الحمام، يجي ساعه القطعيه بيقطع كويس. طيب ايه ده بقى شويه في المنطقه، يعني انت شويه حفظت لي السكه، حفظت لي المشاوير، اهديك شويه. طب انت بتهديهم بتعملهم ايه؟ بتفتح لهم من صباحة ربنا؟ لا، باجي اخر النهار قبل ما الدنيا تضلم، ما بخليش الحمام ده الضلمه تيجي عليه، وافتح لهم كلهم في قلب بعضهم. هيجروا وياخدوا حمام؟ لا، انا الكتف عندي تقيل، فهيطلعوا يستركبوا العالم. كل ده بيفيدني ليه؟ هقول لك بقى بيفيدني ليه. لما اجي انا ازود بعد ما الحمام كله يسخن، واجي اللي انا هديهم الثانيه بتاعتي، الحمام يطلع يتشعبط في العالي، ما يطلعليش اللي هو الحمام ينزل لي زي السبحه متسرسب كده، وهو ده احنا اللي بنبوظ الحمام بايدينا. طيب النقطه برده الثانيه، اللي انت مثلا تقطع صح تقطع غلط، الحمام بينزل لك مبوظ، انت اللي بتعمل كده. انا دلوقتي قاطع بشويه حمام، انا بقول لك بلعب عليهم النمط اللي هم يحفظوا الدنيا، بحيث ان انا لما اجي ازود الحمام خلاص انا هديته وحفظته الدنيا، وابتدي اللي انا احفظه الحمام بتاعه، يعني اللي انا اديله التزويد بتاعتي او الثانيه بتاعتي تطلع تتشعبط تمسك في العالي وياخده في قلب بعضه. لكن انا لو ما عملتش كده هتيجي تزود هتتني هتتلت، هتلاقي الحمام هوب بالبوس كده هو هينزل لك على قلب الغيه بتاعتك، وهيفضل يخبط ومش عارف، هتلاقي حمام متسرسب منك، وممكن تكون قاطع بحمام كتير، يبقى اللي هو يبقى في العالي وشويه من بتوعك ياخدوهم ويمشي، وده اللي هتخسر الحمام. لا، انت هتقوم بعمليه ايه؟ اول ما الحمام ده زي ما انا بقول لك النقطه اللي انا بشتغل عليها دي، اللي انا مثلا هديتهم حفظوا المنطقه، باجي اخر النهار يحفظوا بعض، بحيث اللي هم يكتشفوا اللي هم ليهم ثانيه ليهم ثالثه بس بتطلع تتشعب. فهاجي بعد كده لما اجي اقطع بقطعيه محمله قطعيه كويسه، بدب الشواره، ما ينفعش اللي انا اشيل الشواره، تنيت يبقى انا دبب الشواره في قلب الظهر بتاعي، بحيث ان الثانيه تطلع متشعبطه، تطلع مستركبه العالي، ما تطلعليش او استنى ان الحمام بتاعي ينزل يخبط لي كده. معنى اللي انت دبب لهم الشواره في الظهر، انا مش عايزكم، انا عايزكم تلموا بعضكم. فالطبيعي اللي هو الثانيه بتاعتك لما تبقى طالعه فايقه هتطلع تبرم تمسك العالي، والحمام بتاعك هوب كلبش. طيب انا عايز اهدي الدنيا، هدي الدنيا، مجهود الثانيه هيقل شويه، هتلاقي الحمام بيحن في قلب المنطقه، هوب
روح مدي التالتة. ده الحمام اللي هو عشان حمام ما يسكسبش. طيب في نقطة برضه احنا معلش بقى نطول، بس هي الافادة مش غرض اي حاجة تاني. طيب دلوقتي انا ايه عايز اقطع من الحمام بتاعي قطعة كويسة، عود نفسك ودي اللي الواحد شغال عليها ما تقطعش، يعني ما تحاولش اللي انت اللي تهرب الاول، لا خلي الحمام معظم في قلب التاني هو هينزل غلط. لان معظم الناس دلوقتي بيجي ايه الحمام رايح جاي الحمام رايح جاي، تلاقي ايه روح مديهم التانية يعمل ايه حمامه روح مبول، انت هتبقى محمل روح واخده وجاي تدي التانية بتاعتك ده. لكن اللي انت ما تفرحش اللي هو مثلا ايه الحمام رايح جاي هدي التانية بتاعتي، انا بقول لك لو هتدي التانية بتاعتك هتعمل النقطة اللي انا بتكلم عليها، اللي انت تخلي الشوارع بتاعتك بحيث التانية تطلع متشعبطة، ويكون اللي افضل اللي انت تدي التانية بتاعتك في ده الحمام، ما تديش التانية بتاعتي والحمام مديني وشه، لا انا بدي الحمام وشه كده الحمام هيبول. ومعظم الغواي او كل اللي طالعين بيدوا التانية بيدوها غلط، بيدوها في وش الحمام تلاقي الحمام مبوز لك كده اهو، خلاص هرب غلط قطع غلط، انت معاك اللوكشه بتاعتك محمد هتيجي هنا هتدي التانية هتعلق لهم الشوارع هتلاقي الحمام متشعبط في العالي، يبقى انت اللي كسبان. ما تتسرعش عن قطع الحمام من المجال، خلي المجال متشعبط وبعد كده هما الحمام كل ما يحفظوا بعضهم هيجي يقطعوا، قطعوا غلط هتردهم هيروحوا لا هما غلط. هو القصه دي كلها تدريب الحمام صح، يبقى هتشوف احلى نش حمام ان شاء الله. النهارده عشان ما نطولش عليكم فيديو جميل فيديو لذيذ، فالنهارده ان شاء الله هنفتح للحمام، بس هنشرب لنا كوبايه شاي وصحصح واوعى تنام وراجعين لكم ان شاء الله واحنا بنفتح للحمام. سامحونا بقى يا رجاله احنا بنصور لوحدنا، ان شاء الله تستمتعوا النهارده باحلى نش حمام. بص يا جدعان الحمام حفظ ميعاده، بص اهو كله طرق البيبان بتاعته شعبته في العالي، وبعد كده واحده بواحده كده مع بعضنا ادي الحمام اهو ابتدى بقى اللي هو ايه خلاص قافل سكته هيبدا اهو، شويه هديه شويه امشيه على كيفي، الحمام ما يمشينيش على كيفه هو، لا اهو يوم كده يوم كده الحمام هيبوظ، لا مش هيبوظ، انت كده كده بتفتح الحمام يوميا، الحمام سخن الحمام اهو وشك ضهرك اهو حمام كمل، حد عطلني لا امشي انت لوحدك افتح لوحدك في ميعاد تاني، افك نفسي منه عشان خاطر اللي انا ما بوظش الحمام بتاعي اهو الحمام كله بيمشي، هي الفكره خدمه الحمام هو اللي يمشي الحمام، لكن اللي انا مثلا ايه اصل اللي جنبي بيعطلنا اصل ده، لو انا فضلت اشتغل معاهم اسبوع كده اخلف الميعاد بتاعهم الحمام هيتعود اللي هو يمشي ما يستناش حد. الحمام اهو متشفع في قلب العالي اهو لو واضحين، الله ولا معلق لهم شوارع ولا اي حاجه اهو اديهم بس ايه زمرتين لسه طبعا ايه محدش فتح بس الحمام متشفع مخطره اهو يتقلبوا كده وشك دارك بيجوا ياخدوا سكتهم من الناحيه التانيه اهو ده له بقى انت فاهم، كل ما الجو بيبقى مكشف للحمام كل ما تاخد منه شغل كويس قوي. اول كنا نخبط لفرد الحمام من جنبه مش عارف بنعمل ايه، ابتدينا اللي احنا نفوقهم صحصح لهم يجي بشرع لهم البيبان، بعد كده راح مخبط لهم على البيبان يلا شغل يلا عمل، فالحمام هيبدا اللي هو يطرق الباب على طول اهو. اتمنى كده يكونوا واضحين. معلش بقى كنا بنطول عليكم في الفيديوهات او بنتاخر عليكم في الفيديوهات معلش والله العظيم، بس هو ايه غصب على الواحد وربنا يكرم ويصلح حال الجميع يا رب. بص الحمام يا جدعان برضو ايه هنفتح زوم كده نشوف الدنيا
اتمنى بس اللي هم يكونوا واضحين، هم واضحين كده عند السحابة البيضة. يا رب ايدينا بس تثبت. هم في العالي فوق. عارف بقى كده واضحين في الكاميرا ولا ايه الدنيا؟ نحاول ايه نقلل الزوم وبعدين نفتح الزوم تاني. انا عن نفسي يا جدعان اهو، لو انتوا شايفين اكتب انا شايف في قلب كومنت. ادي الحمام اهو، نحاول ان ايه نجيبه كده. هم راجعين على اهو، اظن كده واضحين. ابقوا بقى معنا نطلع ديهم شاورتين، ديهم زمرتين، نشوف الدنيا كده اهو. هم زي ما انتوا شايفينه، لو في اي حاجه كده مع بعضنا بس اهو. هيبدأ بقى اللي هو ايه، حمام ياخد سكة من الناحية دي سكة من الناحية دي، بس لازما اللي انت تسخن فيه اهو. فابقوا معنا راجع لكم ان شاء الله. انت يا جدعان الحمام ايه خد كام شوارة في وشه كده اهو. دنا ظهره واختفى. برضه والله حبينا اللي احنا نوضحهم، الحمام ادانا ضهره ومشي. طيب دلوقتي الناس اللي بتسال ايه الشوارع اللي انت مديها لهم دي، الشوارع دي بتعمل صوت، صوت ترقع اول ما بيسمعه. برفع الشوارع دي، الحمام ده بيدينا وشك ضهرك وشك ضهرك بيمشي بيها. فايه الشوارع بتاعتنا صوتها ايه؟ دي عامله زي المشمع كده، فصوتها بيطرقع الحمام بيسمعه، بياخد بعضه وبيتقرب بيمشي من المنطقه. في شوارع تانيه كده بس على الهادي لما انا بكون عايز اربط الحمام ده في قلب المنطقه. ادي الحمام جاي اهو اهو. زي ما انا بقول لكم الشوارع يفضل روم، يجوا يقلبوا لاقيين الشوارع سامعين الشوارع كهربوا هوب امشي. ترجع برضو من تدريبك، ترجع من معشرتك للحمام، تقوي قلبك على الحمام، ما تبقاش خايف على الحمام. ادفع زي ما تمسك هيتمسك لك مفيش مشكلة، بس انت قوي قلبك على الحمام، كتر خوفك على الحمام يخليك يتضرب لك حمام. لكن لما بتقوي قلبك على الحمام تمسك حمام وحمامك يطلع رجالة والحمام يصدق معاك، هو دي شغلة النش. يا وحش حبيبي المعلم عبد الله اهو. يا وحش خلصت؟ اه.
ادي الحمام يا جدعان، والله ما في المنطقة اهو. زي ما انتم شايفين اهو. فابقوا معنا هنرجع لكم تاني. اهو يا جدعان الحمام جاي اهو، كانوا واخدين وزي ما دخلوا طلعوا بالظبط، ولا بقى كنت قاطع بحاجة ولا اتأخر منهم اي حاجة. برضه هنسيبهم كده نشوفهم هياخدوا مع مين. برضه اديتهم الحصة بتاعتهم، خدوا المشوار مرة واتنين وتلاتة قبل بقى ما اي حد يطلع حواليك اهو. خلاص بقى انت عايز ايه؟ تلم العدة بتاعتك، لمها قبل ما الدنيا ايه تغمى عليك. اهو ادام اتمتعت ولا حد عكنل عليك يبقى زي الفل. لو هتطلع كل يوم نص ساعة ولا ساعة الا ربع تاخد مشوارك تتبسط من الحمامتين وتلمهم زي الفل كده اهو. الحمام لو طلعت لهم عضاه كام صفارة اهو. واحد بيلب نفسه فيهم اهو، بسيبهم براحتهم اهو. برضو الكلام كده ونرجع تاني. بص يا جدعان، بعد ما الحمام كان نايم في الدور اهو، كان فوق دماغي وديتهم اهو اهم بعون الله وديهم لافندينا. بص كده الشوارع ايه، لا دي قطعيه وحشه، سيبهم كده اهم. يلا يلا اسحب. كل ما انت معلق لهم الشوارع اهم مش هيك كده قطعوا غلط. برضه هنشتغل عليهم برضه عشان ايه نردهم تاني. بيشد عليك التانيين اهو، تسيب دول اهو اهو. بص دول بيشد، لما تحط الشوارع في وشهم وهم بيشد عليك اهو، دوت اللي هم مقسوم بيه اهو. وادي التانيين اهو بتخليهم في العالي اهو. ودي اهو بص اهو، شد شد اهو. بص الحمام بيجر عليهم ازاي، سايب لهم الشوارع برده ايه في وشه. يلا كده انت بتشد اهو وقاسم بايه بحمام اهو في الاخر اهو اهو. معاك حمام برده سيبه شغالين. واحد ملوش دعوه بحد اهو، وقع هناك. شوف الدنيا برضو ايه عشان ما نطولش عليك. كل ما انت سايب الحمام كده شغال حتى لو معاك حمام، الحمام بص يفضل ايه لابت في قلب الدور اهو. ادي في شويه اهم لسه مفتح لهم. برضه نسيبهم برضه ايه ياخدوا مجهودهم، ما نرخمش عليهم لان احنا حرقنا المجهود بتاع الحمام بتاعنا. فنسيب ده برضه لو حد جنبك ما ترخمش عليه، سيبه هو ياخد ايه مجهوده اهو. ما بيبرموا فوق دماغك، واحنا برضه ايه هنسيبهم حتى ياخدوا سكتهم ولا صفاره ولا اي حاجه برضه، عشان حد لو انت مش عايز حد يتنح عليك ما تتنحش على حد اهو. بس الحمام برضه رايح فين؟
سيبهم كده وننزل لهم من على الضهر. فوافقوا معانا راجعين. هدول الحمام يا جدعان برضو خدوا قطعنا بحمام، اديت لهم التانية بتاعتهم اهم، استركبوا العالي سخنوا شوية قبل ما يناموا كده، هتشوفوا بديهم التانية عاملة ازاي، هتطلع تشبط برضو ايه، يمسكوا العالي فيهم حمام برضو ايه، فيهم اهو ابيض اهو ماشي، فيهم اتنين بيض اهو، فيهم كركان درايق. شوف برضو الدنيا ايه، واحد مشي كده وواحد مشي كده عكس الاتجاه اهو، هذا رجع تاني اهو. في حمام بيبقى تايه كده مش عارف هو ماشي فين وجاي منين اهو. برضو ايه هنعدلهم الدنيا كده، نديهم بقى حمام ايه يفوقهم، مش حمام يكسرهم. يلا رجالة يلا يلا. طيب اللي نايم بصوا 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 بصوا، البس لبسه لبسه خلاص اهو. يلا تاني يلا رجالة، يطلع يشتغل مش حرام يخرج خالص اهو. سيخوا ينزلوا ياخدوا ايه بقية الحمام بتاعهم. التانية ايه لش بقى، الفيديو طول بس متعة. هو المشي كده لموا التانية بتاعتهم، لموا التزاويج بتاعتهم اهو. يلا ابو الحلايب اخيب الحمام اللي انت تشوفه، الريشة الصفر برضه بنسيبهم كده اهم يلبس ماشي اهو. طلع لبس، شوف برضه ايه الدنيا كده مع بعضنا. اتمنى بس ايه مشاهدة ممتعة، سيخ بقى ولا اي حاجه، هو سخن كده يفضل بقى اديهم لقمهم في حمام كده اهم يطلعوا يشبطوا. يلا بالصوت يلا رجاله يلا رجاله. الفندل عايز يمشي بالسلامة، اشتغل فيهم ايه تاني؟ فيهم قطع بشوية برضه اهو، الحمام اهو برضه ايه. جيب بقى ايه ملخص الموضوع النهارده كده، انا اديتهم ايه حمام هيبداوا اللي هم يشتغلوا، لسه فيهم جهد اللي هم يشتغلوا. هنجيب ان شاء الله في الاخر خالص نعرفكم الدنيا فيها ايه. ادي بعد ما زودنا اهو الحمام اهو، اديهم الباور بتاعهم، اديهم الطاقة بتاعتهم اهم، متشفعين في العالي. سيبهم كده برضه، حتى فيهم حمام انا معرفش فيهم ايه، احنا هنشوف برضه ايه لما الحمام يحط. بس في كذا واحدة مشوا منهم، بتاع ستة سبعة مشوا منهم، حمام انا بديله الباور بتاعه، بديله هي حتى واحدة فيهم بقى ما فهمش. بس تأكدوا طول ما الحمام متشفع في العالي كده وشغال كويس، فرد الحمام بيبقى مطمن. فرد الحمام بقى هتبدا اللي انت تشوف فيهم ايه بقى لما ينزل في قلب الدره من تحت. يعني بص دلوقتي الحمام مطمن في قلب بعضه، ما فيش حاجه بتنغز، ما فيش حاجه بتخرج، ما فيش حاجه ايه قاعده من اول الحمام من ديله من دماغه كده. لكن هي الفكره بقى ينزل في الدره تحت، هيبتدي بقى اللي ينغز واللي يطلع واللي يتطرف، هتشوف الدنيا كده مع بعضنا. بس هي الفكره اللي انت تزود تسيبهم بقى خلاص، هو الحمام كله زي ما بنقول اول باب زي اخر باب، ادي الحمام كله اهو. طيب في حد يجي بقى يخبط فيك، في حد ياخد معاك كده كده، الحمام ده كله متشمس كله فكك عضله. يعني في حمام لسه ما خلص مش هجذب بيه، في فرد حمام بقى بيأدي، في فرد حمام كتفه واقف لا ما تطلعوش، خلي الحمام نفسه كله
من بعضه اهو. حام اهو زي ما انتم شايفين اهو ماسك العالي اعلى من العمارة اللي ايه العمارة دي. يجي بقى واحد في العالي يجي حمام بقى ايه كل ما الحمام بما متشفع كده تلاقي شويه سطيت فرد حمام يدخل في وش الحمام اهو. شوف فرد حمام جه دب نفسه في الحمام ملناش علاقه بيه خالص اهو اهو. ادي فرد حمام ماشي اهو باي باي متعرفش سكته منين. برضه ايه هنشوف مشاهدة والله جميلة يعني أنا مستمتع بالفيديو من أوله لآخره. معلش بقى سامحونا الفيديو طول بس هو فيه إفادة من أول للآخر ومتعة يعني هو النشي كده أهو أي حاجة بتحصل معانا أهو. بص أدي الحمام أهو في واحد برضه إيه أهو الكابتن محمد سعيد أهو واحد واقف عنده على الدار بيرد الحمام كده كده برضه إيه الحمام فاهم هو بيعمل إيه أهو. سيبهم برضه نشوف الدنيا كده ونرجع لكم إن شاء الله. ادي الحمام اهو ابتدى يحط اهو بس مش شايف فيهم حاجة يعني اللي هي ايه بتخرج من الحمام بتطف اهو. شوفوا بقى طب حمام تمدان في وسط دول اهو الحمام كله متطبق بجرة واحدة. ادي الحمام اهو حط اهو وادي بقى اهو مدورين اهو. فيهم اي حاجة بقى تنغص الطف العطار اهو مفيش حاجة سكرته ده اللي طفت لوحده بتاعنا. وادي الحمام كله حط اهو اللي كان فيهم مشي خلاص هما دولت اهو برضو ايه قبل ما الدنيا تغمق عليك اهو الحمام حط فتحت لهم البيبان بقى بحيث ان هم ايه يلموهم قبل ما الدنيا تضلم. ده كان فيديو مبسط كده اتمنى تكون مشاهدة ممتعة وانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوت ادم والسلام عليكم ورحمة الله.